تحويلكم كيفاش تعدل هلكم الفيديو نتاع اليوم فيديو غسيل غسيل نتاعو اللي فما برشا منكم يحبوها اليوم باش نطيبوا نواصل صاروا معي عباره على دي بان الفورما نتاعهم مربعه ما نعرفش كيكم عايشين في الجزائر ولكنكم عايشين في المغرب ولكنكم عايشين في بلايص اخرين شنو تسميوها نفس الغسيل تنجموا تعملوها افيك لي شوفو دونج تنجموا تعملوها بشربه شربه لسان عصفور تنجموا تعملوها افيك دو ري يلا ليتس جو باش نستحقوا بصل تنجموا تستعملوا دي زيشالوت تنجموا تستعملوا بصل عادي باش نستحقوا ثوم وباش نستحقوا اللحم تستعملوا اي نوع نتاع لحم انا هوني اخترت لي بيلون لافخاد نتاع الدجاج دونك اول حاجه باش نعملوها باش نحطوا البصل نتاعنا يتقلى مع الثوم ومع الدجاج في شويه زيت على نار متوسطه بعد ما تقلى اللحم باش نزيدوا طماطم معجونه باش نزيدوا لي زيبيس هوني عملت زوز مغارف طماطم معجونه دو كويير ا سوب ولي زيبيس حطيت فلفل احمر كالعاده بغينا نحط بزيت شويه خاطر نحبها محرحره حطوا نتوما قد ما تحبوا حطيت كركم حطيت دو لا كورياندر تبلو كرويه وملح بيان سور وخلط خلط خلط نمرق بشويه ماء باش ما تشدش ونقعد نخلي حتى لين الطماطم تتقلى في عقلها ما نعرفش هي الخضره اللي نتوما تحبوا تحطوها مع الوصل انا نحط بطاطا نحط سفنيه ونحط كعبه حمص وفي الاخر نحط جرينيت فلفل بيان سور اللي حاجه ايفيدونت دونك نمرق الصوص نتاعي نحط الخضره نتاعي مقصوصه ايوب نغطيها ونخليها تطيب طب باش نحضر الوصل نتاعنا نعبيه المقفول بالماء نخليه يغلي ناخذ الوصل نزيدوها طريف زيت طريف ملح نخلطوها بالبي ونصبوها في المقفول اون فوا الماء غلي الصوص نتاعنا قاعدة تيب ونواصل قاعدين يتيبوا نواصل لازم دو تونز اون نحركوهم تهزوا باللوش شوية من الصوص اللي قاعدة تيب تحطوها على نواصل اوب وتحركوها وتخليوها تيب وتعاودوا العملية ما نعرفش قداش من مرة حصيروا اوتون دو فوا لين يظهروا لكم النواصل بداو يتيبوا شوية اخر ايتاب انا جو بريفير ديما نجمر النواصل دونك نخلطهم بالصوص اون فوا تابو نحط الخضرة نحط اللحم نحط كل شيء وندخل نواصل الفول مدة 15 دقيقة على 180 ولا 200 درجة انتوما والفول نتاعكم كان يسخن برشا ولا كان يسخن شوية اي فوالا النواصل نتاعنا حضرت كيما قلت لكم نفس الوصفة راكم تنجمو تستعملوا لي شوفو دونج تنجمو تستعملوا دو ري تنجمو تستعملوا شربة لسان عصفور وتعملوا نفس الوصفة جوست تبدلوا النواصل بالحاجات هذوما جيسبيغ لي الفيديو عجبتكم جيسبيغ لي الوصفة عجبتكم كالعادة كي عاودت الوصفة ما تنساوش باش تاجيوني وتبعثوا لي تصاور تابعوني سور انستغرام على خاطر ديما نعمل لكم دي وصفات غاديكا ما تنساوش تابعوني سور لو بلوك كولينير وقولوا لي في لي كومونتير كان عندكم اقتراحات نتاع دي وصفات تحبوني نعملهم انا مشكم باش نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجايه باي باي بالسلامه